بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في سلسلة مع الجمهور. الجماهير المصرية منشغلة اليومين دول بلقطة اتخذت للأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب بقصر العيني، ليد رجل أعمال الأستاذ محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي ورئيس مجموعة شركات سيراميكا كيلوباترا. لقطة طبعا انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. سبحان الله العظيم، أول ما شفت الموضوع ده افتكرت اللي روجت له قناة صدى البلد مملوكة لمحمد أبو العينين نفسه، لما روجت على إن المرشد بيبوس مش عارف مين اللي بيبوس إيده وتقبيل اليد عند الإخوان والكلام ده كله. يبدو والله أعلم إن في إجماع من كل الناس على إن محمد أبو العينين في اللقطة دي تحديدا وفي الشو كله كان من المتكبرين، والناس كلها بتنتقد إزاي أنت حتى يعني ما مشلتش إيدك والكلام ده كله. الحقيقة أنا ليه وجهة نظر تانية. أنا شايف إن الأمر برمته تافه جدا وهامشي جدا وهزلي جدا وفيه أغراض. لو يا جماعة لاحظتوا ان الناس دي على العلم طبعا ان هم بيتحدوا على ان هم يسحقوا الشعب المصري، الاستاذ محمد ابو العينين رجل الاعمال الفاسد من ايام حسني مبارك والاراضي والكلام ده كله، الا انهم بينهم وبين بعض مشاكل في غاية الخطورة وحقد وحسد وصراعات خطيرة. فمن وجهة نظري ان المقصود من اللقطة دي مش الدكتور حسام موافي، المقصود من اللقطة دي ويبدو والله أعلم إن في حد في الدولة عايز يقرص ودن محمد أبو العينين. يبدو إن هو كان مطلوب منه حاجات، أو هم عايزينه ينفذ لهم بعض الحاجات وهو رافض الحاجات دي، فبيقرصوا ودنه أو بيحاولوا إن هم يشوهوا سمعته. إن الحركات دي غالبا بيكون الهدف منها هو الاغتيال المعنوي أو حرق شخصيات مشهورة لها أدوار أو تصفية حسابات. شفنا نماذج، يعني توفيق عكاشة لما قبل إيد صفوة الشريف قبل كده، والصورة دي طلعت بعد ثورة يناير. نفس الكلام مصطفى بكري، واحد منهم أو هما الاثنين. نفس الكلام سوزان مبارك لما قبلت إيديها وزيرة القوى العاملة تقريبا عائشة عبد الهادي في عهد مبارك. ده تفسير أولاني للموضوع ده. النقطة الثانية أهو اشتغالات مخابراتية تلهي الناس، تلهي الرأي العام عن الخيانة وعن الظلم وعن الفقر وعن بيع الأراضي. أهو الناس تتلهي 3-4-5 أيام كده عن قائد الانقلاب العسكري، نلهيهم في أي حاجة. وإحنا بصراحة أساتذة في أن احنا نمشي وراء أي حد ونقدس أي حد ونسمح كلام أي حد ونمشي مع المشية. ده النقطة التانية من وجهة نظري. اللي لفت نظري كمان إن القعدة كلها مشايخ ورجال أعمال فاسدين كانوا سبب في اللي وصلت له البلد النهاردة. خالد الجندي، سعد الدين الهلالي، الخشت بتاع جامعة القاهرة، محمد أبو العينين أحد أباطرة الفساد في مصر، مالك قناة صدى البلد. أنت بتلوم أحمد موسى، ده هو اللي بيديله المرتب. فده لفت نظري جدا، القعدة كلها بالشكل ده، في إيه اللي هيحصل فيها يعني؟ وعلشان نختم الفيديو ده بمعلومة ممكن تخرج بيها من الفيديو ده، عايز أعرفك على الشخصيتين اللي حصل بينهم الموضوع ده. الأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة القلب والبطنة بكلية طب القصر العيني، ليه مقالات كتير جدا وأبحاث طبية وأعمال، نشرت له أبحاث بلغات متعددة. الرجل ليه أكتر من 80 بحث طب تقريبا، واحد من عباقرة من وجهة نظري عباقرة التسويق في بلدنا مصر، اللي هم قدروا أن هم يقنعوا الجمهور بأشياء وحاجات هم ذات نفسهم ما بيعملوهاش. حقيقة المنظر اللي أنا كنت مندهش منه جدا، دكتور حسام موافي هو واقف بيرقص مع بنته وهي شبه عارية تماما. الحقيقة الرجل ده عبقري
عبقري في تسويق نفسه. طبعا ده اكيد مسموح له انه يبقى موجود على التلفزيون، محدش بيطلع على التلفزيون بدون اذن يعني. فالحقيقة ده من الاشياء اللي انا شايف ان هو تميز بيها، يعني فكرة اقناع الجمهور والاداء الاداء المقنع العاطفي الجميل. النقطة التانية اللي انا باخدها برضو واثارت اندهاشي هو تعامل الدكتور حسام موافي مع طلبة الماجستير والدكتوراه في كلية الطب اللي عايزين يناقشوا الماجستير والدكتوراه. ما كنتش مصدق وما زلت الحقيقة مش مصدق. ممكن لو حد درس في كلية الطب قصر العين وبيسمع الفيديو يأكد لنا أو ينفلنا، يعني موضوع الهدايا والحاجات دي كلها، هل ده حقيقي ولا أنا لغاية دلوقتي مندهش الحقيقة من النقطة دي. الطرف الثاني وهو الأستاذ محمد أبو العينين، ده راجل أعمال مصري ظهر في تسعينيات القرن الماضي في عهد حسني مبارك. هو واحد من أباطرة الفساد في مصر خاصة في عهد حسني مبارك، وطبعا كمل في عهد عبد الفتاح السيسي، يعني هو يعتبر من أحد رجال نظام العسكر في مصر، أحد مدمري التجربة الديمقراطية ومؤيدي الانقلاب العسكري في 2013 ومؤيدي القتل والدم وسحق الفقراء، وكمان أحد المسؤولين عن تسطيح وعي وعقول الجماهير المصرية. الرجل بيمتلك وسائل إعلام، قناة صدى البلد، كلنا عارفين دورها في الانقلاب العسكري أولا وفي تدمير التجربة الديمقراطية وتشويه ثوار 25 يناير وفي إفقار الشعب المصري وإلهائهم بحاجات وخزعبلات لا علاقة لها لا بالأخبار ولا بالإعلام. لكنه من وجهة نظري محمد أبو العينين عبقري بمعنى الكلمة، هو بيمتاز في فكرة إخفاء ما يقوم به من صفقات، سواء كانت الصفقات دي صفقات فاسدة، كلنا شفنا إزاي خرج من القضايا بعلاقات مشبوهة، طبعا قضايا سرقة الأراضي اللي اتهم فيها بعد ثورة 25 يناير في الساحل الشمالي وغيرها، قضايا توسيع موضوع الشركات بتاعته والإمبراطورية الاقتصادية المهولة. النقطة التانية اللي بيمتاز بيها هي نقطة تحسين وتلميع صورته بعد كل مصيبة بتحصل، يعني بعد كل قضايا الفساد والسرقات والمحاكم والأراضي وفكرة اتهامه أنه هو أحد رموز الفساد في عهد حسني مبارك. لو دخلت دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي وضربت كتبت اسمه، اسم محمد أبو العينين، فيش أي حاجة من دي ولا كأني في حاجة حصلت. بس ده اللي أنا خرجت بيه من موضوع تقبيل إيد حسام موافي لإيد الأستاذ محمد أبو العينين رجل الأعمال المعروف. الموضوع ملوش علاقة خالص بقى بحكم تقبيل الإيد أو الضجة اللي حصلت والمال والعلم والكلام ده، في أبعاد تانية كتير جداً. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.